الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما الكفار فلا وزن لهم، قال الله عز وجل في سورة الكهف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. وأما المسلمون فقال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه الألباني في صحيح الجامع وصحيح الترغيب. وأما ما يجب علينا الحذر منه من وزن يوم القيامة فهي السيئات التي لا نتوب منها، كتلك التي ابتلي بها بعض الناس فلا يدعونها أبدا حتى يلقوا الله سبحانه بها، كالربا والغيبة والتدخين، أعاذنا الله وإياكم من غضبه وعصيانه. والرياء في الطاعات لأنه يحبط الحسنات، والبدع والضلالات لأنها كذلك لا تقبل العبادة بها. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه. فسئل عن معنى ذلك فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونقل عن الفضيل قوله هذا ابن القيم في إعلام الموقعين والذهبي في تفسيره بنحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال الهيثمي فيه بنحوه في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير هارون ابن موسى الفروي وهو ثقة. وكذلك علينا الحذر من الإقامة في بلاد الكفر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. حسنه الألباني في صحيح النسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. حسنه الألباني في صحيح الجامع وصححه في إرواء الغليل. ومن أكثر ما ينفعنا عند وزن يوم القيامة ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. صححه الألباني في صحيح الترغيب. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. صحح الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة على شرط مسلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.